لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من هنا كان هذا العنوان: كتاب الله، التأثير والتأثر، أو التأثر في الحقيقة والتأثير بالقرآن العظيم. هذه القضية من أهم قضايا السلوك والتربية، بل والعقيدة، لمن أراد إصلاح عقيدته من خلال القرآن العظيم. فتدبر القرآن ليس معناه نقل أجزاء من الظلال مثلا إلى الواقع المعاصر ومحاولة إسقاطها حتى بما فيها من التلميحات التكفيرية أحيانا. لا، ده خطر كبير جدا، لأن ناس كتيرة جدا لما تيجي تتكلم في التدبر تروح جايبة إيه؟ الظلال. بلا شك أن الأستاذ سيد قطب بدل مجهود جامد في محاولة يعني توضيح يعني ارتباط القرآن بالواقع، لكن حدث هناك أخطاء ذات خطورة بالغة في قضايا الصفات والنبوة والمسائل الإيمان والكفر. فما يعني إذن مش الباب ده هو اللي احنا هنتكلم فيه. أقصد يعني مش بقى الناس عشان تتكلم في التدبر يبقى تلجأ إلى هذا المصدر، إن في خلل كثير من الناس ربما لا يحسنه. التدبر مبني على معرفة التفسير السلفي الذي هو كلام الصحابة رضي الله عنهم. طبعا الأحاديث، تفسير القرآن بالقرآن أولا، ثم تفسير القرآن بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، زي ما الإمام البخاري عمل في كتاب التفسير، إنه جاب الأحاديث المتعلقة بالآيات، ثم بعد ذلك تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم، ثم أقوال التابعين، ثم بعد ذلك كلام أهل اللغة. هذا الترتيب يحتاجه كل من يسلك في التدبر، يبدأ بكده وبعدين ينظر في الآيات التي يتلوها أو يسمعها مع يعني التفكر في الواقع الذي تدل عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أنزل علي الليلة آيات أو آية، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك بأنه إذا استيقظ من النوم خرج فنظر إلى السماء وقرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران، ثم توضأ وصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى كيفية التفكر في خلق السماوات والأرض بالنظر، فكل المواضع بقى نخيسها على ذلك، إن احنا نشوف. على سبيل المثال، قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ممكن واحد يقرأ الآية دي في نفس واحد وبسرعة جدا، لكن اللي احنا محتاجينه عشان نقول قضية التدبر أن نقف عند كل موطن، لأن هذه الآية من آيات الله الكونية قد ذكرت مرات في الكتاب العزيز، وهو خلق الإنسان من نطفة. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك اللهم وبحمدك بلى. قال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الله عز وجل قد ذكر هذا الأمر مرات عديدة، فنحتاج إلى التفكر في هذه الآية العظيمة، في كيفية بداية وجودنا، كيفية إن احنا كل واحد منا شخصيا كان حيوانا منويا وبويضة، لا يملك لا الأب ولا الأم تحديد الجينات اللي موجودة على الكروموسومات بتاعتها، ولا يملك اختيار أنه حيوان منوي من 600 مليون اللي في الدفقة اللي تحدث أثناء الجماع، أنه واحد اللي هيوصل، وهي المرة دي ولا أي مرة تانية، في مرات كتيرة يحدث جماع بين الرجل والمرأة ويترتبش عليهم خلق، وبعدين يجي بقول لكم مرة منهم هيتوجد المخلوق اللي هو أنا وإنت وكل واحد في الناس دي، كل الملايين مليار 7 مليارات البشر دول كلهم حصل الموضوع ده، ده خلال كم سنة؟ خلال 100 سنة على الأكثر، يعني لو في معمرين 3-4 في العالم مثلا، 10 في العالم، تجاوزوا الإيه؟ 100 في العالم، لكن المليارات دي كلها حصل الكلام ده خلال المدة دي. سبحان الله، ساعة اختيار أنه حيوان منوي من 600 مليون اللي في المرة من المرات العديدة اللي حصل فيها معاشرة، هو ده اللي سبق للبويضة. اشمعنى ده على البويضة بتبقى محاطة بعدة ملايين من 600 دول، لأن مش كلهم بيوصلوا، كلهم بيحاولوا، وبعدين أكثرهم بإيه؟ بيوصل عدة ملايين من 600 دول، يحوطوا البويضة ويبدأوا كلهم متنافسين في أيهم يدخل رأسه داخل البويضة بإفراز إنزيمات تهضم جدار البويضة لغاية ما واحد ينجح كله ينسحب. حاجة عجيبة جدا، حاجة فوق التخيل إن الواحد يفكر فيها، ثم بعد ذلك ينكر وجود الله. وبعدين الإنسان الضعيف قوي ده اللي مش محدد حاجة في نفسه، اللي مش عارف يعمل يعني إيه، إزاي يتكبر بعد كده؟ ألم تكن يعني في مرحلة من المراحل لست شيئا مذكورا، وبعدين كنت نطفة ثم علقة؟ يعني أول آيات نزلت في القرآن تذكر الإنسان بهذا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وخصوصا خلق الإنسان، خلق عموما ثم ذكر خلق الإنسان من علق. مرحلة العلقة دي مرحلة اللي كذا خلية وبدأت تغرس في القرار المكين، كما قال عز وجل: ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. مين اللي يقدر ان هو يخلي البويضة دي اللي بقت كذا خلية انها تشبه تتحط بقى في جدار الرحم عشان تبقى زي الدودة اللي بتمص الدم؟ مراحل عجيبة، كلنا كنا كده، تخلي الإنسان ينكسر لأنه مش بإيده. أأنتم تخلقون التطور، أولا خلق الحيوان المنوي نفسه بصفة منفردة عن بقية خلايا الجسم، والبيضة عن بقية خلايا الجسم، إنها نص الكروموزومات بس، عشان يجي قصاد النص الثاني من يعني إذا كان من الذكر ونصها من الأنثى، عشان يبقوا 46 زوج، هما 26 فرد. الخلايا دي، الخلايا الجنسية، هي الوحيدة اللي منقسمة بالطريقة دي في جسم الإنسان، وبعدين يتصفوا قصاد بعض، وبعدين يبدأ تخليق هذا الكائن الجديد من خلية واحدة إلى مليارات الخلايا بعد ذلك. والانتقال ده بيتحرك الخلايا تروح كده وتروح كده وتيجي كده، ودي تهاجر من هنا تروح هنا، حتى دايماً القرآن يذكر الصلب، مش كده؟ يخرج من بين الصلب والترائب، أخذ الله استخرج ذرية آدم من صلبه، من ظهره، مسح ظهره فاستخرج كل ذرية هو خالقها، دي الأرواح،
مصورة في سورة الأجساد. فليه الظهر؟ لأن أصلا الخصيتين والمبيضين في الأنثى يعني كانوا في الظهر ابتداء، كانوا جنب الأورطة الظهري، وبعدين هاجروا عبر رحلة الجنين إلى 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 إلى, 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 إلى الصفن. وبالنسبة للأنثى المبيضين بيستقروا في أسفل الحوض أو في الجزء الأسفل من الحوض. الحكاية دي شيء عجيب جدا، خلق هو التفكر يكون بهذه الطريقة، إن احنا نتعرف على فكرة دي قادر عليها أي حد، مش لازم يكون طبيب بس ممكن يعرف معلومات بسيطة، أو حتى الشخص العادي جدا يفكر إن الماء المهين اللي أنت بتشوفه ماء مهين بيتمسح بخرقة هو ده أصل وجودنا. فسبحان الله قادر عز وجل، والخلايا بتتحرك كده وتهاجر هنا وتطلع هنا، ودي تطلع تبقى مخ، وده يطلع يبقى ايد. الحاجات دي بنشوفها احنا لما نشوف السقط، شوف عدد من السقط اللي خالوا اللي عرفوا منه علم الايه الاجنه، لان سقط في العمر ده وسقط في العمر ده لغايه يعني ما يجمع في الاخر ان الجنين ده تكون ازاي، ايه من ايات ربنا، لغاية ما يتخلق في الأعضاء والأجهزة المختلفة اللي هو جهاز العصبي المخ والعمود الفقري والأعصاب اللي بتخش لغاية طرف آخر صوبع اللي من خلاله بتحس أو ما لو فقدت الإحساس ما يحصلش. والمخ ده فيه بقى عجيب الأعاجيب، يعني بحيث إن هو يعني الإحساس بالألم، الحركة، الدورة الدموية بتاعته، التفكير، الذكاء، الذاكرة، لا حاجات فوق قدرة الإنسان على إنه يحيط بها، يقول يعني كل ده تكون إزاي من الحيوان المنوي ومن البويضة، لولا أن الله الذي جعل فيهم هذه الأشياء، الذي خلق السمع والأبصار والأفئدة، جعل لكم السمع، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يعني فعلا السمع ده والبصر حاجة ما نملكهاش، مش بتاعتنا، مش بأيدينا، ربنا وهبها لنا تماما، ولا أبائنا ولا أمهاتنا عطوها لنا، ولا حد يملك ذلك. ولذلك هذه القضية التفكير ده على فكرة، عشان كده بقول التأثر هو اللي يؤدي للتأثير، لأن أنت إذا تأثرت بالآيات هينتقل كده بطريقة إشعاعية نورانية تمثيل، يعني أقصد أنا ما عرفش تأثر إزاي، إلى قلوب السامعين. وإلا تحسين الصوت بس من غير تأثر هيبقى يؤثر على الأذن فقط، استحسان الصوت فقط. ولذلك في ناس بتهتم قوي بدراسة المقامات علشان تحسن الايه الصوت. اولا المقامات دي حاجات غربية، ولذلك من لحون العجم، لحن من لحون العجم، مع ان يقول لك ده كل القراء متعلمينها، دعك من هذا الصحابة متعلموهاش، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم لو كانت خير كان ايه كان قل لهم اتعلموها، وكانوا هم سبقوا الينا، خصوصا بعد ما اختلطوا بالامم اللي عندها الموضوع ده، لان هم فتحوا الفتوحات فكان عندهم الموضوع، فكان هم بيدوروا على 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 الطريقه دي. وتلاقي بقى ايه الحاجات دي على فكره الاهتمام بيها لازم يشغل الانسان عن ايه، عن التدبر الحقيقي، لان هو بيدور انا هجيبها سيكا ولا هجيبها نهاوند ولا هجيبها ما اعرفش، مش عارف غير دول، اكيد المشايخ عارفينها اكتر يعني، لكن انا مش عارف غير دي، ان هو في سيكا نهاوند وفي ايه تاني، صبا بياتي. الخلاصة ان الانسان يفكر بهذه الطريقة، أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون، خلق بقى المني ده الى ان يتحول الى انسان. اقول بقول ان الانسان يفكر في خلقه وخلق الكائنات. لو شوف البيضة، كلنا عارفين البيضة مش كده، بتبقى عبارة عن ايه، صفر وبياض، تتحط 21 يوم تحت الفرخة، او بقى بالنسبة للحاجات الحديثة
في درجة حرارة معينة تتحول إلى الكتكوت العجيب الجميل جدا ده، اللي عنده عين وفيها حدقة وفيها عصب بصري وبيوصل للعين فيها تفاصيل كل حاجة بما فيها الجفنين خلال 21 يوم، وفيها سمع لأنه بيسمع الأصوات، وفيها اللسان، وفيها منقار، وفيها جهاز عصبي كامل أعصاب، وفيها جهاز هضمي، وفيها جهاز تنفسي ورئتين، وفيها جهاز تناسلي، وفيها جهاز بولي لاستخراج الفضلات، حاجة وريش جلد وريش وحاجة عجيبة. وكل الكلام ده بيتحول في ايه؟ من البيضة خلال 21 يوم تطلع حاجة آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا خلقنا مماثل لذلك، بان الخلايا بتقعد تتكون كده لغايه ما تعمل اجهزه، والاجهزه او يعني اعضاء، والاعضاء ترتبط مع بعضها وبعدين تتشكل على الصوره العجيبه في اي صوره ما شاء ركبك، اللي صورتنا اللي احنا نبقى ابناء اب واحد ومختلفين عن بعض وشبه بعض في نفس الامر، يعني مختلفين وايه ومتشابهين. سبحان الله، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت. افتكر بقى لحظات الموت والرحيل عن الحياة اللي مذكورة في آخر السورة، فلولا إن كنتم غير، قال عز وجل حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فأنت هو عمال يشوف حاجات، بيقول آخر حاجة دلوقتي إن هم محطوطين على أجهزة بيلاقوا بيحطين لهم الكترود عند منطقه عشان يشوفوا التاثرات اللي بتحصل في المخ، اللي قبل الموت بيلاقوا عند المكان بتاع المخ اللي هو بتاع البصر اللي بتوصل له المعلومات، يحصل له نشاط زائد جدا. بعضهم بيقول بيستعرض تاريخ، بعضهم يستنتج بس ده لسه مش اكيد حياته. لا، هو في الحقيقه بيرى الملائكه وبيرى اشياء عجيبه. احنا بنشوف الحاجات دي على فكره، وحد قريب مننا بيموت يقعد يقول لك عمال يجيب سيره الاموات اللي ماتوا وينده عليهم كانه شايف حاجات احنا مش شايفينها. سبحان الله، شيء عجيب جدا. هل نستطيع واحنا كلنا شفنا ناس حد بيموت تقريبا، او شفنا حد مات من قرايبنا من المقربين الينا، نقدر حد يقدر يرجع الروح دي؟ دكاترة ولا مش دكاترة؟ أكيد ليكوا قرايب ماتوا في كورونا كتير، مش كده؟ حد قدر يمنع الموت عن الإنسان اللي بيحتضر؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. وده اللي حصل بالنسبة لآبائنا وأجدادنا اللي ماتوا، دول أبدلنا الله، يعني أتى الله بنا وذهب بهم. طب واللي هم دول راحوا فين؟ لا نعلم. يعني إيه راحوا فين؟ فأنه فئة؟ مع الأرواح الطيبة، مع الأرواح الخبيثة؟ بيشوفوا إيه دلوقتي؟ بيتعاملوا إزاي دلوقتي؟ لا يعلم ذلك إلا الله، لأن احنا ما نقدرش نجزم إلا ما أخبرنا الله في كتابه وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وما بنقدرش نعرف التفصيل ده من انه نوع من اللي بيأتيه رجل حسن الوجه طيب الريح طيب الثياب حسن الثياب، فيقول ابشر بما يسرك هذا يومك الذي كنت توعد، ام يأتيه رجل اسود الوجه خبيث الثياب طيب سيء خبيث الريح فيقول أبشر بما يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد. ده عمله الصالح وده عمله الايه السيء، أو عملك أنا عملك الخبيث. هيقول إيه ساعة السؤال؟ احنا مش عارفين الجزم، احنا بنقول يا رب ثبته عند السؤال، يا رب ثبت فلانا عند السؤال. التفكير ده هو ده اللي اسمه تدبر، لأن احنا المعاني فاهمينها بس هل بنفكر فيها فعلا؟ بنفكر في تقدير الموت واحنا هيكون دورنا امتى؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، يعني لا احد يفوت الله في الموت، انك ميت وانهم ميتون.
قال عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الفلاحين بيرموا البذرة في الايه؟ في الأرض. البذرة احنا كلنا كانوا زمان في المدرسة بيقولنا حط الفولة فين؟ على نقطة، على قطنة فيها ايه؟ مية، عشان تبص تلاقي ايه اللي طلع منها. نبتت ازاي؟ يعني نبتت بيطلع منها حاجتين، يطلع منها جدر الى اسفل وايه؟ وساق الى اعلى. سبحان الله، مين اللي عمل الامر ده؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وبعدين هو جنين القمح ده مثلا أو الفول اللي جوه البذرة يمتص المادة الغذائية اللي متخزنة في الفولة نفسها اللي احنا بناكلها. علشان ايه؟ احنا ما بناكلها، بناكل الحبة بالجنين بتاعها، لكن هي جواها جنين، جواها بتاع لا يرى إلا بالمجهر. مش بيطلع، مش بيعمله، يقول لك غذاء جنين القمح، مش كده؟ هو ما المهم ان الجنين ده اللي موجود في كل حبة من الحبات بيمتص المادة الغذائية عشان يبدأ ينمو ويخرج، ويخرج منها ايه؟ يخرج منها زي ما قلت لك وساق وجذر. الجذر يضرب في الارض عشان يبدأ يمتص المية والمواد الغذائية اللي في التربة، ويطلع الساق لفوق عشان يبحث عن الايه؟ عن الضوء والهواء والشمس والاكسجين، ثاني اكسيد الكربون. ياخد الاكسجين بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. وياخد ثاني اكسيد الكربون بالايه؟ بالنهار، علشان مع الطاقه الضوئيه مع ماده الكلوروفيل يقدر يكون الماده الغذائيه مع اللي جابهوله الجذر. حاجه عجيبه، ده كل حبايه. الفلاح بقى بيرمي البتاع دي ويشغل نفسه ازاي حصل ان ده بقى فوق وده بقى تحت، وده امتص انهي مواد من كره من الـ من الـ من التربه، وانهي عناصر وبانهي نسب، علشان يطلع في الاخر نبات الارز، نبات القمح، نبات الفول، اللي هو ايه من ايات ربنا اللي هيطلع الحبه الواحده تطلع سبع سنابل، تطلع ايه؟ 100 حبه في كل سنبله، يبقى 100، يبقى 700 حبه هم أبناء الحبة الأولى اللي اتحطت في الأرض. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هي المعاني واضحة ولا مش واضحة؟ بس التدبر حاجة زيادة على معرفة الإيه؟ المعاني. بس الأول حط الأضبان عشان تقدر تنطلق. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. يقول لك البتاع ده باظ السنة دي عشان الإيه؟ عشان السقعة. السقعة قللت الثمر جدا والناتج ضعيف للغاية. المطر السنة دي كان كتير، خلى الشعير يبقى كويس والقمح يبقى كويس. مش بإيدنا، هذا أمر يملكه الله. لو نشاء لجعلناه حطاما. يبوظ الزرع، حاجات كتيرة بتبوظ سنويا. المانجا باظت السنة اللي فاتت، مش كده؟ الحر كان جامد وخلى المانجا محصولها يتضرب، مش كده؟ طلع حاجات ضعيفة جدا لا تذكر، وعشان كده فضلت غالية، وحاجات طلعت مريضة ما ينفعش تتصدر. سبحان الله، أمر الله عز وجل. قال لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون. تتعجبون، إنا لمغرمون يعني أصابنا غرم، بل نحن محرومون، حرمنا الثمرة. أصل مش بإيدك، ما هي مش أنت اللي بتعملها. قال عز وجل أفرأيتم الماء الذي تشربون. الواحد بيقول ايه؟ طب حبات المية اللي جوه بتاعت الليمون اللي مليان سكر ده، بيقول الليمونة دي طلعت في انهي شجرة؟ والمية اللي جوه اللي هي اللي حطيناها دي بقالها قد ايه نازلة من السماء؟ كانت قطرات نزلت يمكن في جبال اثيوبيا، وبعدين جريت مدة طويلة في نهر النيل، او ربما تكون من الحبه اللي جم من الايه؟ من بحيرات فيكتوريا، مش كده؟ وبعدين جريوا في نهر النيل لحد ما وقفوا مده في بحيره ناصر، وبعدين عدت الى ترعت الى نهر النيل لغايه الدلتا، وبعدين مشيت في فرع رشيد، وبعدين جت لمحافظه ترعت المحموديه لغايه ما وصلت. طب حد يعرف تاريخ النقطه دي، النقطه العجيبه دي؟
طب ونسبة الأملاح اللي فيها إحنا اللي حددناها؟ ما إحنا عندنا بحر مالح، مش بإيدنا نخلي المياه بتاعته، ده مجهود هائل، وبالنسبة للكميات الهائلة مستحيل حد يقدر يغيرها. يعني هنغير كام متر مكعب في أجهزة التحلية؟ مليون، كم مليون، بس عمرها ما هتيجي انك انت قد المليارات كلها تعيش على مياه ايه محلاه، مش ممكن. لا، من اللي في البحر كله بقى، اللي في المحيطات كلها، المياه دي تبقى مياه عذبه، ده ما حدش يقدر، مستحيل البشريه تقدر. لذلك المياه العذبه اللي بناخدها دي ايه من ايات ربنا سبحانه وتعالى، مظبوط فيها نسبه الملح بالظبط بما يناسب حياتنا. لو شربنا ميه البحر نعمل ايه؟ نعطش، مش كده؟ لغايه ما في الاخر مش هنقدر، لان نسبه الملوحه العاليه دي ما تتناسبش مع جسم الانسان. في حاجات تشرب ميه ملح، مش كده؟ وفي حاجات تنتفع بالميه، نباتات وحيوانات تشرب الميه الايه المالحه. البعير بيشرب ميه مالحه، ممكن، سبحان الله، يقدر ايه؟ مش هو اللي بيقدر، ربنا اللي خلقه كذلك. لو نشاء جعلناه أجاجا مالحا مرا فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ لو نشاء، قال عز وجل، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، للمسافرين ولمن ينتفع بها. طبعا للمقوين دي لازم تقرا تفسيرها، والا هتدبرها ازاي وانت مش عارف معناها؟ انت ممكن تقراها بصوت حلو قوي لكن انت مش قادر تتفكر، لان انت مش عارف يعني ايه مقوين. ف قال تذكره ومتاعا للمقوين، تذكره للناس لان هتذكر بها نار الاخره والمها وخطرها. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان ربي العظيم. لذلك بنقول التدبر معناه أقف عند الآيات وفكر فيها. تدبر قصص الأنبياء حاجة تخلي القلب يختلف تماما، كل واحد منهم قصته في كل جزء من أو في كل جزء من سورة، في كل موضع من سورة فيها معاني أخرى غير المواضع الأخرى، غير اللي ما تكررش، زي قصة سيدنا يوسف وقصة سيدنا موسى اتكررت كتير، وكل موضع له إيه، له شأن. الموضوع ده خطوته الأولى التفسير، الخطوة الثانية التفكر، الخطوة الثالثة التذكر. لأن أنت لو ما تفكرتش وأنت جاي على الآية لسه أول مرة في حياتك هتفكر فيها مش هتلحق، لكن أنت لو هتتذكر وأنت بتقرأ القرآن هتتذكر اللي أنت تفكرت فيه قبل كده. ولذلك التفكر بعد الفهم، يبقى أول حاجة الفهم اللي مبني على الإيه؟ تفسير. نمرة اتنين التفكر وانت بتقرأ القرآن كل يوم، وانت بتقرأ في الصلاة، وانت بتقرأ في المصحف، وانت بتصلي قيام الليل عشان ربنا يفتح عليك ويمن عليك. وبعد كده هتتذكر، كل ما تعدي عليها هتتذكر اللي انت كنت تفكرت فيه من المعاني الإيمانية، تقوم تتأثر بيها. وعلى فكرة هذا لا يمل، يعني مش ان انا تأثرت بها زمان مش هتأثر بها دلوقتي، لا، القرآن ده له خاصية عجيبة ان هو يؤدي، يعني تذكر ما تفكرت فيه يفضل مستمر بإذن الله طالما قلبك حاضر. يعني عايز اقول لكم، الواحد يعدي على آيات يقول الله، هو انا ده انا ايه، ده انا نسيت، ده انا كنت مشغول بحاجة تانية. هقول لكم حاجة دايما بتحصل معايا فعلا، أعدي على الآيات أنا عارف المعاني اللي فيها وأنا تفكرت فيها قبل ذلك، ألاقي نفسي بفكر هو الربع إمتى، الربع جاي فاضله قد إيه عشان يخلص، وأنا هلحق أخلص الورد بتاعي النهاردة ولا في الجزء اللي فاضل مثلا في الوقت المتاح لي ولا مش هلحق. أبص ألاقي الآية عدت، أحاول أرجع أجيبها تاني علشان خسارة انها تضيع، كنز من الكنوز اللي بيأثر في قلب الانسان، واللي كل تأثر بيخلي في موقف من مواقفك في الحياة يتغير بناء على ذلك.
فيعني الموضوع ده هو بيشكل، يعني عايز اقول لكم حاجه، الشباب بيتعرض لفتن كثيره فيما يتعلق بالجنس والمراه ونحو ذلك. لو حد تدبر وراودته التي هو في بيتها لحد ما دخول يوسف السجن، باذن الله هيكون علاج لقضيه الشهوه الجنسيه، وازاي يتحكم فيها، وازاي يصبر ويحتسب. نسال الله ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى. وانتم متحملين مسؤوليه طبعا، اي واحد بيقرا امام في الصلاه متعالي مسؤوليه ان هو يتاثر بالقران علشان الناس تتاثر. اوعى تكون بتدور على الناس قبل ما تدور على نفسك. اصل اخ فلان الشيخ فلان بكانه، اوعى تدور على الحكايه دي، الحكايه دي تضيع. سيبك من الناس، فكر بينك وبين ربنا، فكر في المعاني المتضمنه القران. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.